السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدنا كلمة نو باللغة اليابانية، خدنا الجملة لما يكون عندنا اسم ملكية زي تاكيشيس فون نمبر، بنحط نو بينها اسمين. هنحط نو بتيجي قبلها الاسم اللي فيها اسم ملكية، زي مثلا فازر زكار، هتبقى هنا فازر وهنا نعتبر نو اسم ملكية، وهنا كلمة كار في آخر حاجة لأن احنا بنتكلم عن السيارة. خدنا كلمة كوليج بروفيسور، بنتكلم عن الكوليج البروفيسور، يبقى عندي كلمة نو هنا بروفيسور هنا كوليج. خدنا كلمة student of the Japanese language، بنتكلم عن طالب، يبقى نحط هنا student طالب وهنا نو وهنا نيهونجو. النهاردة بناخد a college in Japan. مين الاسم اللي احنا بنتكلم عنه؟ الاسم الرئيسي اللي بنتكلم عنه اللي هو كوليدج، يعني كلية في اليابان. هنعتبر ان هي كلمة نو باللغة اليابانية، يبقى هنعتبر ان حرف الجر ان هيبقى كأنه نو بالياباني. هنكتب بقى نو، كوليج كوليج باللغة اليابانية يعني دايجاك دايجاك. دايجاك، فاحنا بنتكلم عن الكلية هي الاسم الرئيسي، فهنكتبه هنا داي جاك داي جاك. تعالوا مع بعض نكتب دا جاك. أول حاجة دا، الدا زي التا أهو، يبقى احنا هنكتب التا الأول. إي سهل، بعد كده جا، الجا زي كا. بس بنعمل ايه؟ بنعمل هنا شرطتين فوقها. ك، الك سهلة، داي جا ك داي جا ك. عندي جبان يعني نهون نهون، خلاص هنكتب هنا بقى جبان. يبقى انا عندي هنا كوليج، ده الاسم الرئيسي اللي اتكلمنا عنه، كتبناه في الاخر. خلاص اسمين بينهم حرف جر، احنا اتكلمنا في الانجليزي قبل كده، انا عندي كوليج يعني كليه وجباني يعني اليابان، دولت اسمين بينهم حرف جر. نفس الاشكال عندنا في الياباني، اسمين هيبقى بينهم نو، جباني يعني نيهون. هنكتب نيهون عندنا بالياباني. أول حاجة ني، بعد كده هو، الهو خلي بالكم عشان تبقوا عارفين زي الماء، بس في جنبها شرطة من هنا زي ال، حرف ال. بعدين ن زي ال ان بالظبط في الانجليزي.
يبقى نيهونو، نيهونو تايجاكو، نيهونو تايجاكو. سوري انا عندي الدا دي زي التا بس هحط لها هنا شرطتين. نيهونو دايجاكو، نيهونو دايجاكو يعني اكوليش الجبال. تاني في اللغة اليابانية هيقابلنا الحاجة دي معناها ان بعضها اسم وقبلها اسم. الاسم اللي بعضها ده المين، مين ناون الاسم الرئيسي، والاسم اللي قبلها اضافي اللي بيديله معلومات عنه. طب ده جاكو يعني ايه؟ يعني كلية. طب كلية ايه بقى؟ نيهون لقيتها يابان، عندي كلية ويابان، كوليج ويابان، ممكن اقول كوليج اوف جابان ممكن، بس الأفضل تقول إن جابان، موجودة في اليابان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.